من الخمسة كان قبل أجهزة التصوير، كيف كانت الناس تصور الأشياء؟ علي ما عرفها، أنت قلتيها وقلتي الرسم، والرسم صح، أكيد صح، برافو. 30 نقطة. السؤال الثاني كان مهنة تتطلب الدقة العالية، قال علي الخط، 10 نقاط. أنت قلتي عمل الساعات، 18 نقطة. في 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 يعني في مهنة الجراح، الطبيب الجراح لازم دقة، المحاسب دقة، لأنه إذا خطأ الصائغ أيضا، لأنه الصياغة متعبة، مو صح؟ نعم. يعني أكو أشياء مهن أخرى غير عمل الساعات، ومع هذا 18 نقطة جيد، 116 نقطة. السؤال الثالث كان شيء نكتب عليه مدة صلاحيته، قال ماركة صفر أخر، أنت قلتي منتجات، والمنتجات قريبة 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 إلى صح، خلينا نشوف، برافو، 20 نقطة. يعني لو قايلة مثلا الغذاء، المعلبات، الدواء، الدواء خاصة كان ممكن تصعدين إلى نقاط أعلى، 33 يجوز، ما أعرف. السؤال الرابع كان مادة نصنع منها قماش، 30 نقطة. أخذ علي على جواب القطن، أنت قلتي الخيط، والخيط يعني ما المادة، المادة الكتان، الحرير، مثل ما قال القطن، مو الخيط. خلينا نشوف. معقول، 10 نقاط. الآن أصبحت المهمة صعبة، 146، يعني يراد لنا 54 نقطة. أنا أعتقد يلا ما يخالف، ما يخالف، انتم في كل الاحوال علي كاسر، في كل الاحوال يعني ان شاء الله اقربه. خلينا نشوف السؤال الخامس، شيء تشتريه من سوق الطيور، قال قفص، مال طيور، مال بلبل، مال ببغاء، 28. انت قلتي دخن، والدخن صح، صح، 20 نقطة، صارت 166 نقطة، ما وصلت لل 200، نتمنى أن تصلوا في الحلقة القادمة، تفضلوا تفضلوا. يلا علي تعال، يمي علي، كورونا كورونا. أعزائي المشاهدين، 4 أخوة حلوين، ولد 2 وبنات 2، فسميناهم الأخوة الرياضيين لأن هم كلهم رياضيين، كنا نتمنى أن يصلوا إلى 200 نقطة، ما وصلوا، لكن هم تأهلوا غدا لمواجهة عائلة أخرى، نتمنى لهم الفوز إن شاء الله. أما أنتم أعزائي المشاهدين، أطلب منكم رجاء أن تنتظرونا يوم غد، وأقول لكم دائما وأبدا، أنا جواد الشكرتشي، فانتظروني.